قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي إذا ضمنت حماية مصالحها. واعتبر روحاني خلال اجتماع مع رئيس سريلانكا بطهران أن انسحاب واشنطن من الاتفاق هو بمثابة انتهاك للمعايير الأخلاقية والسياسية على حد قوله. وأضاف روحاني أنه إذا التزمت الدول الخمس المتبقية بالاتفاق فإن إيران ستبقى فيه رغم الانسحاب الأمريكي.